أعزائي المشاهدين من الفضائية التشادية، أحييكم وأقدم لكم النشرة الرئيسية لهذا المساء. أهلا وسهلا بكم. وصلت بعثة وزارة البيئة بقيادة الأمين العام النائبة بوزارة البيئة سعدية عثمان برفقة الشركاء في مجال التنمية، وصلوا إلى مركز إداري باغاسولا بهدف متابعة وتقييم أنشطة المشروع الخاص بإعادة وتجديد النظام البيئي بإقليم البحيرة. عبد الله هارون. للوقوف على أنشطة المشروع الخاص بإعادة وتجديد النظام البيئي بإقليم البحيرة، فقد وصلت بعثة وزارة البيئة بقيادة الأمين العام النائبة لوزارة البيئة سعدية عثمان دبا وبرفقة السفير الفرنسي لدى البلاد ومديرة برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية إلى مركز إداري باغاسولا للاطلاع على موقع إنتاج الشتلات وزرع البذور بغرض مكافحة الزهف الصحراوي بالمنطقة. وإثر ذلك عقدوا لقاء مع العاملين في الموقع لمعرفة إشكاليات العمل والعوائق في المشروع. وعلى حسب التجمعات القروية والعاملين في الموقع الإنتاجي، قدموا عدة متطلبات من ضمنها توفير وسائل النقل للتمكين من نقل الشتلات وغرزها في الأماكن المناسبة حسب دراسة الأرض. وقد أشاد كل من السفير الفرنسي لدى البلاد ومديرة برنامج الأمم المتحدة من أجل التنمية بهذا الإنجاز والنجاح الكبير من أعمال المشروع، مقدمين شكرهم للعاملين وحثهم باستمرارية العمل من أجل التغلب على التغيرات المناخية وللحد لعملية الزحف الصحراوي الذي بات يحدد الإقليم. الأمين العام النائب لوزارة البيئة سعدية عثمان دبا حنعت التجمعات القروية والجمعيات المدنية بالمنطقة وناشدتهم بضرورة مراقبة ومتابعة الشتلات التي تم غرسها، مشيرة إلى أن عملية مكافحة الزحف الصحراوي يتطلب تضافر الجهود مع المجتمعات المحلية لمحاربة الزحف الصحراوي بالإقليم. هذا ولقد أشارت أمينة العام النائبة بوزارة البيئة إلى حصيلة أعمال المشروع المتعلق بإعادة وتجديد النظام البيئي بإقليم البحيرة. نستمع إلى جزء من كلمتها. وزن قايد هسه خلاص يعني عايش الديزر جا اللي جه هو قايد في البر ديزر جا اللي جه وهنا هسه كده مهم عشان هسه البروجرام ده خلانا يعني نتربو 4200 شجره 4200 شجره الهم ده كان كل نص مثل كان 80-20% ودر كلها 80% بس الهم كان قدرنا وتهربنا والتربين ما تربين بس تربين ويبقى لي يعني يبقى لي يعني انترتين عشان خشدر دي قوم ده بقى لنا انين النجاح في البلد كله البروجي هو لنا انين مهم زياده يخلي البريسيون القايد ان الناس قاعد بيصير في الشدر ده وفي البيئه ده يوقف طوالي يوقف عشان منك زياده ما في وبروجي هسه حاليا هسه قاعدين فوق ده في زون بس زون ده كله بيقول لي زون بيلوت ده يعني مثل تجريب هسه في اربع يعني لوكاليتي اربع مكان ومن ده الخدمه كان بقت البوبيلاسيون خدمت والنجات بس كده الهم ده بروجي هنا ريبوازمون ده بوبيلاسيون كان ما شاء الله تهي بنفسها ده ما بنجا اصلا كان بوبيلاسيون ما شاء الله دونك الحصه المهم ده البوبيلاسيون والانجي القادين والاوين القادين مال جنس القادين هم نشروا البروجيري هم فوق عشان البروجيري حقي مهينجا. هذا ولقد ترأس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بمقاطعة البطحاء الغربية على إعادة وتشكيل وتنصيب مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ مكتب إداري أبو هجليج. محمد طاهر الحر عدل لنا هذا التقرير. بعد تجاذبات استمرت قرابة السنة، توصل أخيرا مناضلو الحركة الوطنية للإنقاذ بمركز دار أبو هجليج من إيجاد أرضية تفاهم لتشكيل مكتبهم المحلي مناسبة تنصيب الأعضاء الجدد التي حضرها الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة إبراهيم سنوسي إمام. كانت مفعمة بجو يؤشر لافتتاح صفحة جديدة. المجلس المحلي لمنطقة أبو هجليج يتكون من 17 عضوا برئاسة أحمد حسين محمد. هذا الأخير طمأن المناضلين بالعمل على تعزيز عواصر الزمالة والنضال نظرا للأهداف للجمهورية الرابعة والنضال المستمر للحركة الوطنية للإنقاذ لتحسين وظروف وأحوال المواطن التشادي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
في العدالة الاجتماعية والنضال الوطني. أما الأمين التنفيذي لمجلس الحزب بمقاطعة البطحة الغربية أحيا يوسف أهنى مناضلي أبو هجليج على هذا التوافق. الأمل عن السياسة ده هو تكليف ما تشريف، مرة والراجل تقوفوا مع البيرو الجديد. نشير إلى أن المجلس المحلي بمنطقة أبو هجليج تم تشكيله تناصفا بين مختلف المجموعات القبلية المكونة للمنطقة. ترأس الأمين العام بوزارة الصحة العامة دكتور حامد جبر اختتام أعمال الفريق المكلف من وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اليونيسيف لتقييم الأوضاع الصحية ببعض المعامل. أحمد ياسين. أنهى المشاركون فعاليات الدورة التدريبية حول نوعية الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الطبية والمستشفيات من حيث جودة المختبرات الطبية وتقييم المباني والمعدات وحتى العمالة بهدف حماية المواطنين من الأمراض المستوطنة. هذه الورشة تحدث لي يعني إرساء أنظمة أو نظام للعامل، تقييم المعامل من حيث الجودة، من حيث المباني، من حيث المعامل الموجودة والتأكيد الموجودة، عشان بعدين في نهاية هذا المطاف أو جدا إن شاء الله يكون فيه سياسة يعني وطنية للمعامل. ويشار إلى أن المشاركين ناقشوا مواضيع مختلفة ومتعددة تدخل في صميم الصحة العامة والسياسة الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة وشركائها. قام مؤخرا حاكم إقليم لوغون الشرقي آدم شرف الدين بزيارة إلى بعض من المقاطعات بهدف توصيل رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والجمهورية الرابعة لسكان المنطقة. محمد حسن آدم والمزيد عن هذه الزيارة. مواصلة للزيارات التفقدية التي يقوم بها حاكم إقليم لوغون الشرقي آدم نكشرف الدين إلى المقاطعات والمناطق التابعة للإقليم، فقد التقى الحاكم مع سكان مدينة بايبوكوم حاضرة مقاطعة مونديلام. وتهدف هذه الزيارة إلى توصيل رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال لقائه مع حكام الأقاليم الجنوبية بمدينة موندو والتي فهواها الحفاظ على السلام والأمن والوحدة الوطنية والتعايش السلمي. كما شرح الحاكم أهمية الجمهورية الرابعة التي تعتبر انطلاقة جديدة وتتطلب من الجميع تغيير السلوكيات والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة في أداء العمل الإداري والواجب الوطني. هذا وكما حمل الحاكم نفس الرسالة إلى أهالي مدينة غوري بمقاطعة نيابندي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق مخرجات الملتقى الوطني الشامل. ومن أهم هذه القرارات منع استعمال سيارات تويوتا العسكرية وكذا رفع جميع الحواجز المرورية ومحطات المراقبة داخل المدن والقرى مع استثناء المناطق الحدودية. وختم الحاكم حديثه بدعوة جميع سكان الإقليم الوقوف معه من أجل تنفيذ البرامج السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الرابعة لرقي وازدهار البلاد. مواصلة للجولة التوعوية التي يقوم بها سلطان باجرمي لتقديم التوعية للشيوخ التقليديين حول مشاركتهم بالجمهورية الرابعة، وصلت الجولة إلى مقاطعة دربالي. حسين النور والمزيد عن هذه الجولة. بهذه الحفاوة والحماس استقبل سلطان باجرمي بنعاج ولي محمد بمقاطعة دربالي التي تبعد بحوالي 65 كيلومتر عن مدينة ماسينية. تدخل زيارة السلطان هذه ضمن زياراته التوعوية التي يقوم بها هذه الأيام لتوعية الشيوخ التقليديين حول المهام التي كلفوا بها من قبل السلطات العليا بالبلاد. وفي حديثه المطول بهذه المناسبة أشاد السلطان بن آجي ولي محمد بالدور الفعال الذي تقوم به السلطات التقليدية في جلب السلام والتعايش السلمي، لذا ناشدهم إلى مضاعفة هذا الجهد كما دعت إليه السلطات العليا بالبلاد. الرئيس قال بعد اليوم الجمهورية الرابعة الحصة هو وقبة فوق ده هو جمهورية هنا عافية هنا سلام وهنا رحمة. فوضى الله أول ده كمل خلاص
يعتقلوا بشيلة فكر جديد. اليوم أنتانا أنينا سلاتين وشبت كانتون أنتانا فرصة نلعب دورنا في جمهورية الراي. من ناحيتهم المسؤولين التقليديين بمقاطعة دربالي أكدوا واحدا تلو الآخر مساندتهم للحكومة في حلحلة القضايا الاجتماعية من أجل الأمن والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع، ونشير أنه من المنتظر أن يواصل سلطان باقرمي بن عاجي ولي محمد جولته التوعوية هذه إلى باقي المناطق بإقليم شارب باقرمي. قدم رئيس تحالف شباب من أجل السلام والتنمية ودعم النهضة في تشاد محمد المهدي عبد الرحمن، قدم حديثا صحفيا تناول فيه مساندة التحالف لرئيس الجمهورية والجمهورية الرابعة. جزء من حديثه: نشكر للحكومة ونشكر لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو في أول غوفرنمان هنا الكاتريم ريبوبليك لين أننا الأجي بيدار فريمان نتمنى لهم الله يساعدهم في خدمتهم وليل بلانا تشاد يمشي قدام. الكونستيتيون طبق يعني في ليل أدان الحكومة يمشي بريتي سيرما شغل العديل. عشان عديل لشنو؟ أنين عميزة في فورم أنين أبلا منا خدمنا في فورم شبنا كي بلانا تشاد دا دايرين يعني أساكم قلنا شانجي باج أنا تشاد باج جديدة أنا انتقري خوامد ودين انتقري خوامد ودين يعني دخلنا من أي أدان الحكومة يمشي بريتي سيرما فريمان انا نشوف شغل العديل تمشي لله الله وللمواطنين ولا انت بنفسك ذات تقول ان تشوف لك يعني تي بريتي سيرما يكون نورمال عشان شنو بالنا تشات انين اول ترافيرسي قوما تنزل بيغا كثير الديتورنمون بيغا كثير دونك عشان شانجي اذان الحكومه يمشي يعني بريتي سيرما. ونبقى في ذات الإطار والحملة التوعوية التي نظمت من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية لترسيخ مخرجات الملتقى الوطني الشامل. عز الدين الأمين. ترسيخ وبلورة مخرجات المنتدى الوطني الشامل في الوسط الشبابي وتدارس تداعيات الجمهورية الرابعة التي ولدها استحداث الدستور الجديد وانعكاسات كل ذلك على التنمية الوطنية هو فحوى الحملة التوعوية التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية. حفل انطلاق الحملة الذي كان حاشدا بحضور رؤساء وأتباع الجمعيات المدنية وبعض عمد دوائر العاصمة جمينة وبعض نواب الجمعية الوطنية تخللته عدة خطابات عقب كلمة اللجنة المنظمة للحشد. ممثل رئيس لجنة تسيير الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة محمد ديجي دنباي في مداخلته عند افتتاح فعاليات الحفل التوعوي عرض المحاور التي نوقشت في المنتدى، وقال إنها جرت بتوافق تام شمل كافة أطياف المجتمع التشادي وانبثق عنها تعديل الدستور. أما قائد الحملة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية ورئيس تجمع أبناء تشاد المهندس فيصل حسين حسن لدى إطلاقه الحملة قال إن محاور الملتقى والمنهج الذي وضعه رئيس الجمهورية في الجمهورية الرابعة تأتي على طليعته قضايا المرأة والشباب إيمانا بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية في دعم وخدمة القضايا الوطنية. تحتشد هذه الجمعيات والمنظمات اليوم من أجل حدث هام ومفصلي في تاريخ التنمية الوطنية. هذا الحدث الذي يشكل نقلة نوعية في تاريخ التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوطننا الحبيب. من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحت الوعد الانتخابي لمرشح الأغلبية فخامة السيد رئيس الجمهورية العام المنصرم تم تكوين اللجنة العليا لإصلاح مؤسسات الدولة. وبهذا أطلق المهندس فيصل حسين حسن الحملة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل وتداعيات الجمهورية الرابعة على التنمية الوطنية. وإلى إقليم البحيرة وقرية أميروم وبالتحديد قرية أميروم وتنصيب رئيس مشيخة قبيلة الكانيمبو بحضور عدد كبير من السلطات الإدارية والعسكرية إلى جانب التقليدية. أحمد خميس.
بعد سماعهم الخبر المؤلم لوفاة جلالة سلطان كانيمبو غانغينا بقرية أميروم بعد حكم دام 58 عاما وعن عمر ناهض 118 ربيعا، بدأت الوفود تتدفق إلى القرية جماعات وأفراد من أقاليم البلاد والخارج من أجل تقديم واجب العزاء إلى أسرة وأقرباء الراحل الذي توفي يوم الاثنين السابع من شهر مايو الجاري. هذا وبعد مواساة الأسرة التي استمرت أكثر من أسبوع، تم يوم أمس تنظيم حفل تنصيب لرئيس المشيخة الجديدة لكانيمبو غانغينا موسى أمبدو بامي طاهر خلفا لوالده، وذلك وسط حشد جماهيري كبير. انطلقت مراسم حفل التنصيب بكلمة رئيس اللجنة التنظيمية حسن أمبدو كلبو الذي شكر الوفود التي قدمت من مختلف مدن البلاد والخارج. بعده قدم السيد عبد الله نبذة عن كانتون أميروم، حيث قال أن الكانتون عرف إدارة السلطة التقليدية قبل دخول المستعمر، ويتمتع بموقع استراتيجي حيث يطل على شريط لبحيرة تشاد، وبه 40,000 نسمة يمارسون حرفة التجارة والزراعة والرعي، كما تمتلك القرية كمية من العطرون لم يتم استغلاله بالطرق الحديثة. ويوجد بالكانتون العديد من المراكز الصحية والمدارس ومركز بيطري. من ثم قرأ عثمان طاهر مسودة قرار التعيين لرئيس الكانتون الجديد، والذي جاء بعد موافقة أفراد الأسرة. تلا ذلك كلمة الأسرة قدمها علي أمبدو بودومي، شكر خلالها الحضور لدعمهم المعنوي والمادي في مصابهم الجلل ولتعاونهم مع الراحل في حياته، وطلب العفو من الحضور إذا ارتكب الراحل خطأ في حق شخص ما. عقب ذلك قدم محافظ مقاطعة واي كوتي يوسوبو إيري كلمة التنصيب لرئيس مشيخة كانيمبو غانغينا الجديد موسى أمبدو بامي طاهر، أشاد بجهود الراحل في عملية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والتعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين، وطلب من خلفه الحفاظ على هذه المكتسبات، مذكرا إياه بأن السلطة التقليدية هي جسر العادات والتقاليد، يجب توعية المواطنين لأجل التعاون مع السلطات الإدارية وفق توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وعهد الجمهورية الرابعة. للشعب ديبارتمان هنا يشغل آخر نوريده في فرصة ده حسا دولة هنا ده دولة يدولة شعب جمال ده كومبارتمان حالي ندوس في تيمية تيمية هنا إلم تيمية هنا ثروة حيوانية تيمية في زراعة. تخلل حفل التنصيب تقديم هدية عبارة عن خيلين من سلطان كانيمبو مساكوري ومجموعة من الإبل مقدمة من وردوغو جيمة أحد أصدقاء الأسرة. ختم الحفل برفع أكف الضراعة إلى الله، سائلين الله أن يديم الأمن والاستقرار في البلاد والصحة والتوفيق للسلطان وأعوانه. قام مؤخرا حاكم إقليم تانجيلي داود كينيفور بجولة شملت كافة مقاطعات الإقليم بهدف توجيه المواطنين حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل وتقديم رسالة رئيس الجمهورية لهم. رافق الحاكم في هذه الجولة عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. التفاصيل لدى أدم حسن مكاوي. الاستقبال الحاشد هو ما حضره سكان مركز إداري جداري بمقاطعة تنجيلي الشرقية أولى محطات حاكم إقليم تنجيلي داود كينيفور في جولته التوجيهية التي حمل فيها رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى المواطنين، بالإضافة إلى مخرجات الملتقى الوطني الشامل التي أثمرت عن ولادة الجمهورية الرابعة. وخلال هذه الجولة نزل موكب الحاكم داود كينيفور بمركز إداري دونومانغا الذي خرج فيه السكان بكثرة إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين للمنطقة،
وأثناء كل هذه اللقاءات الحاشدة شكر محافظ مقاطعة تنجيل الشرقية موسى داسيد الحاكم والوفد المرافق له على تحمل عناء السفر داعين المواطنين للإصغاء جيدا. حاكم إقليم تنجيل داود كنيفور خلال جولته حث المواطنين على التغير للأفضل في الجمهورية الرابعة التي جاءت ولادتها بإجماع وطني لمختلف أطياف المجتمع، ممررا رسالة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للمواطنين. كاتريام ريبوبليك ده بريزدان ورا من هنا كنا من سنة 2000 راسنا ده يكمل ده فوت دول ناس يسوق بنادو كولكتيفيتي لوكال انتوا القاعدين ده كله يا تكلوا هنا ناو فلان يا تكلوا اسم ناو فلان يا تكلوا اسم ناو كي بريزدان قال هو يدور ده قاعدين كله إلا يا تكلوا يقول بأفي بأقوانه. كما قام الحاكم داود كنيفور والوفد المرافق له في مستهل جولته بالتوقف بمركز إداري أندم بغية تقديم نفس الرسالة للسكان هناك. وبهذا فإن جولة الحاكم قد طافت بمختلف المراكز الإدارية بمقاطعة تنجيل الشرقية. قدم حاكم إقليم مايكوبي شرق موسى هارون ترجو بيانا صحفيا أشار فيه إلى القبض على مجموعة من المجرمين واللصوص يمارسون أعمال السلب والنهب بالمنطقة، وشكر وأشار في هذا البيان إلى ضرورة الحفاظ على أمن وممتلكات الدولة والمواطنين. جزء من حديثه. أنا الساعة 5 للنادوني 4 انتباشان سوالا وايدا في كالدو sous-préfecture de Mourgou, canton Magao. Waïda, canton Iri. Waïda, département Hana Gelendeng. Waïda, département Hana Holengame. Le coup de salari, moi je suis attaqué dans cette bagarre, Naïmin, fille, nous, ma gomba, pour nous, Chalo, Malou, Fato. Au Malou, Chalo, Fato, donc on a cette blessure que nous vivons, dans ce talo que nous vivons. فضل هنا الله وجود هنا مسائل الإداريين والناس جهد هنا أمني ناس الناس كل اللي جوا كربو قدامنا قاعدين في جيسيس هنا دا نفتشو نتابو نقربو وبعدين دا كل إجراءات تحرك ملنا دا نسلمو له جيسيس عم بسو وقت الناس بنا أبو الناس والناس بعدين ولا أنا نهيد من هالكنا قاعد نسوي نهيد من ما أدي أنا لا أعرف نهيد من ده نهيد من ما أدي نهيد من مين نحلو الناس ده كفي قدام ده بس يقتلوا الناس بنا أبو ده بس يبقى عدل ده ما أي مجرم ده أنا ما نحلو وزور بيجي بيدافع المجرم ده أنا زار هو زاد متبرم مش المجرم الله يحسبنا والرئيس الجمهورية أننا كلفنا جزء من يعني مسؤولية هنا كلفوا أننا نقول يلومنا ونوتن بحسبنا. جرت خلال الأيام الماضية عملية الحصاد للمحاصيل التي تمت زراعتها بالموسم الشتوي المنصرم لسكان إقليم البحيرة. الزميل عبد الرحمن آدم رحمة رصد لنا عملية الحصاد. هذه الأراضي الزراعية الواسعة الممتدة على طول ضفاف بحيرة جادة تعد مصدرا للمزارعين بإقليم البحيرة، حيث يتم فلاحة هذه المساحة الشاسعة بمختلف أنواع المحاصيل خلال العام في موسمين مختلفين، الخريف الذي يمتد لثلاثة أشهر ويليه الموسم الشتوي الذي يأخذ ستة أشهر أخرى حتى عملية نضوج المحصول الزراعي. ويتم خلال هذين الموسمين زراعة الفول المصري الذي بدأ يستهلك بشكل كبير ومحصول الحلبة التي تعد دواء وتشرب كالشاي، وكذا الحبة السوداء المعروفة محليا بالكمون بالإضافة إلى القمح فضلا عن الذرة الشامية التي يطلق عليها المصر والتي تأخذ حيزا كبيرا من مساحة الأراضي الزراعية بإقليم البحيرة. وبما أن هذه الأيام يعيش سكان إقليم البحيرة وسط فرحة حصاد ما تم زراعته في الموسم الشتوي لجميع أنواع المحاصيل آنفة الذكر خاصة الذرة الشامية المصر، فإنه مع إطلالة الشمس يشهد الطريق المؤدي إلى المزارع حركة اعتيادية
في مثل هذا الموسم الذي يتكرر مشهده مرتين خلال العام، فالكل قاصدا مزرعته من أجل ترتيبات عملية الحصاد. هناك من يحوي معوله لقطع النباتات التي زرعت وأينعت بعد إكمال المدة المطلوبة للنضوج، وآخرون يعرضون محصول الحبة السوداء أو الكمون وكذا الحلبة للرياح لأجل فرز الحبات الصغيرة عن قشرتها. والصنف الآخر يعزل الذرة الشامية أنساقها وقشرتها ليعرضها للشمس حتى تجف لتوضع في الجوالات من أجل الاستهلاك الأخير. وعلى الرغم من هذه الجهود التي يبذلها المزارعين، تعتبر عملية الحصاد بدائية، وقد ازداد المحصول عندما تتوفر آلة الحصاد الحديثة كما أكدنا بعض من المزارعات. خليهكم ما يونونا مش للدار آخر كيف يأونا ده، خليهن يعنينا كل خليه يونونا يجيبوا لنا شغل أدلك. والجدير بالذكر فإن هذه الحركة الاعتيادية خلقت فرصة عمل لأصحاب الدواب الإبل الخيل والحمير في نقل ما تم حصاده إلى حيث مقصد الفلاح الذي تعب خلال هذه الفترة يتصرف على منتجه بالطريقة التي تناسبه سواء أكان البيع أو الادخار وحلم جر. ومن هنا نستطيع القول بأن هذه الهبة الربانية من الأراضي الزراعية بإقليم البحيرة إذا ما استغلت استغلالا أمثل تعد سلة الغذائية للبلاد، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو الذي دعا كافة المواطنين في الكثير من المحافل بالتوجه نحو فلاحة الأرض وتطورها حتى تكون البلاد مصدرا لتوفير المواد الغذائية. وينطبق علينا المثل إن صح التعبير، نأكل مما نزرع، على أمل إدخال زراعة محصول القطن ليتم المثل ونلبس مما نصنع بإقليم البحيرة القابل لزراعة جميع أنواع المحاصيل الزراعية. ومن إقليم البحيرة إلى إقليم جيرا والمهرجان الريفي للمنتجين الزراعيين بإقليم جيرا المنظم من قبل مشروع تحسين البذور ودعم المنتجين الزراعيين بالتعاون مع وزارة الزراعة. آدم حنفي. بمناسبة انتهاء مهرجان مشروع تحسين البذور ودعم المنتجين الزراعيين بتشاد برسات الذي نظمه القائمين بتوعية السكان الريفيين بإقليم جيرا، قد عرف فيه الكثير من المنتجين الزراعيين العديد من الأسباب التي تعيق التنمية الزراعية. الأمين العام لإقليم جيرا ممثلا للحاكم أكد في خطابه الختامي لأعمال هذا المهرجان الريفي الذي عرض فيه أنواع مختلفة من البذور الجيدة، قال: لا شك أنه يسهم في إذلال العقبات الزراعية. وقبل إعلانه لختام هذا المعرض قال أن هذا المشروع أهدافه هي أهداف سياسة الحكومة حول تنمية العالم الريفي. من جانبه رئيس المنتجين الزراعيين بتشاد السيد أحمد موسى أشاد بهذه البادرة مؤكدا أن هذا المشروع له رؤية واضحة حول تنمية العالم الريفي وخاصة في مجال الزراعة، كما طلب موسى من المنتجين أن يقوموا بتطبيق ما تلقونه على أرض الواقع. مديرة الدراسات والتخطيط ومتابعة المشاريع الزراعية السيدة أوديد وصفت في حديثها بأن هذا المشروع يعد من ضمن المشاريع الناجحة والهادفة في تنمية العالم الريفي، الأمر الذي دعت إليه وزارة الزراعة الوقوف معه من أجل تنمية العالم الريفي. نشكر الله ونشكر برسات ونشكر نصر الدولة بتعبونا زي اليوم ندقنا هلا تقع كده الرئيس أنا جنبنا الرئيس إدريس دبي إنه كل لما فكر فوقنا رأس الإدارين من أنجمال جاءت في سبب على إيرات على ترابنا على جيرانا بلا الله أنك بيقى لا حلو. كما قدم المشروع جوائز قيمة للمنتجين الذين طبقوا الإجراءات وحققوا بها أهدافا واضحة، وهم 14 مزارع بمختلف محافظات إقليم جيرا، وتتمثل تلك الجوائز في آلات زراعية مكتملة تعين المزارع أثناء العمل. ويشار إلى أن مشروع برسات أنه يمارس عدة نشاطات غير زراعية كتنقيب عسل النحل واصطياد صيد الأسماك. وإلى الدورة التدريبية للشباب حول أهمية ممارسة الرياضة لصالح شباب الدائرة الثامنة بحضور عمدة الدائرة الثامنة بحر الدين عبد الشافي. بهذه التدريبات الفنية واللياقة البدنية للملاكمة والضربات القتالية للعبة الكونفو انطلقت أنشطة الدورة الأولى لممارسة نشاطات الفنون القتالية ومعرفة طرق استعمالها أثناء الدفاعات الهجومية. هذا وقد عبر رئيس جمعية الكونفو عن الهدف من هذه الدورة التدريبية. مهم جدا أي ما
على الدور يحاول يجي إلى مدار بس مساواة ما علينا كيف نلوم ونسوم بنات أولاد ناس كبار كبار كل اللي يشاركوا معنا إلى مدار ليشوا إلى مدار نسبة للشاطئ يحطها مرة. وحول أهمية تدريب الشباب وتأهيلهم في الخبرات والمهارات الفنية باللياقة البدنية، أشار ممثل السفارة الصينية المقيم لدى البلاد بأنه سيقوم بدورات تأهيلية أخرى تسهم في دفع عجلة نشاط الشباب في القريب العاجل. عضو البرلمان عبد الله شواء هو الآخر حث الشباب على مواصلة برنامجهم التأهيلي، مطالبا المسؤولين بالاهتمام بقضايا الشباب وخلق فرص العمل ودمجهم في المجتمع. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.